فضيلة الشيخ عطية، الصلاة كأية عبادة لها فرائض وسنن، وقد تعرفنا على الفرائض، فما سنن الصلاة؟ سنن الصلاة كثيرة، منها ما يسمى أبعاضا إذا ترك يجبر بسجود السهو عند بعض الأئمة، وهي التشهد الأول والقنوت، ومنها ما لا يجبر بسجود السهو ويسمى هيئات، وهي ما عدا ذلك. ومن السنن التي لو تركت عمدا لا تبطل الصلاة، الأولى رفع اليدين عند التكبير، وذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وفي مواضع أخرى. والرفع في هذه المواضع هو عند الجمهور. الثانية وضع اليمين على الشمال. والثالثة دعاء الاستفتاح، والمرويات في كيفيته كثيرة. الرابعة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسن الإتيان بها سرا، وذلك في كل الركعات، وقيل في الركعة الأولى فقط كما رواه مسلم. الخامسة التأمين بعد قراءة الفاتحة. السادسة القراءة بعد الفاتحة. السابعة التكبيرات عند الانتقال من ركن إلى ركن، وهي فقط عند كل رفع وخفض وقيام وقعود، ما عدا الرفع من الركوع فيقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وذلك لمرويات صحيحة عند البخاري ومسلم. الثامنة الذكر في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. التاسعة الهوي إلى السجود بدءا بالركبتين. العاشرة جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود وقبل القيام لركعة تالية. الحادية عشرة التشهد الأول. الثانية عشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد عند غير الشافعي، فهي عنده ركن. الثالثة عشرة الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. الرابعة عشرة رفع الإصبع في التشهد. الخامسة عشرة التسليمة الثانية، وكون الأولى على اليمين والثانية على اليسار. هذه بعض السنن، وفي بعضها كلام طويل، والله أعلم.